السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء من جديد على قناة الهاوي المتخصصة في تربية وتزاوج وتكاثر وعلاج جميع أنواع طيور الزين والطيور البرية المغردة. وفي هذا الفيديو الجديد سوف نشاهد مجموعة من طائر الكناري وذكور تغرد بقوة وقمة في الهيجان مع إناث تحضن بالبيض وتأخذ وضعية التلقيح. وكما شاهدتم إخواني الكرام، هذا يعتبر التزاوج الفردي لطائر الكناري، ويوجد الكثير من الفيديوهات على القناة الأولى توضح لكم كيف يتم إنتاج الطيور في الأقفاص. وبخصوص التزاوج الجماعي أيضا لطائر الكناري، يوجد الكثير من الفيديوهات التي قد تفيدكم أيضا على القناة الأولى، وأنا سوف أضع لكم رابط القناة أسفل الفيديو بالوصف إن شاء الله تعالى. وسوف أرفع لكم قريبا جدا فيديوهات تخص جميع المعلومات التي تبحثون عنها، وسوف أوضح لكم عن الكثير حول كيفية تحفيز الكناري على التغريد والتزاوج، وسوف أرفع لكم فيديوهات عن الأطعمة المحفزة التي تعمل على تسريع طائر الكناري للتزاوج والتعشيش. فما عليكم سوى الانتظار، لأن تصوير الفيديوهات وعمل المونتاج يتعبنا في الوقت الحالي كثيرا وبسبب الظروف أيضا، وأنا على اطلاع على جميع التعليقات الخاصة بكم، ولكن نحن نعتذر بشدة على التأخير بالرد عليكم، وسامحونا إخواني الأحباء في حال نسينا الرد على أحدكم. وفي الوقت نفسه يمكنكم البحث عن ما تريدون معرفته داخل القناة الأولى مما تحتوي على فيديوهات كثيرة حول التغذية والتربية والتزاوج لطيور الكناري. ودائما وفي كل فيديو جديد سوف أدعو لي ولكم بالرزق الوفير. وفي النهاية أتمنى من الله بأن يرزقنا وإياكم ويبارك لكم في طيوركم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولو القليل، ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائدة على الجميع حتى يعلم الجميع بقناتنا هذه الجديدة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد. ولا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم جديدنا في كل ما يخص تربية وتزاوج الكناري. ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. ولمن لديه أي سؤال أو استفسار يمكنه وضعه في التعليقات أسفل الفيديو الآن، وسوف يتم الرد عليكم في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم المفيدة، والله الموفق للجميع. وشكرا لكم لحسن متابعتكم، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وغفر الله لي ولكم، ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.